استقبل العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي بقاعدة عيسى الجوية بحضور الرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة مجموعة قوة الواجب الخاصة التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وخلال الاستقبال رحب سمو قائد الحرس الملكي برجال قوة دفاع البحرين بمجموعة قوة الواجب الخاصة، كما أعرب سموه عن شكره وتقديره لهم على ما يبذلونه دائما من تفان وجهد مخلص في أداء الواجب الوطني المقدس ضمن صفوف قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في جمهورية اليمن الشقيق بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية. كما أشاد سموه بتضحياتهم النبيلة المرتكزة على الشجاعة والإقدام على تأدية الواجب الوطني لنصرة الحق ومشاركة أشقائهم لإعادة الشرعية إلى جمهورية اليمن الشقيق.